ان اعظم النعم اللي ربنا مني بيها علينا هي الصلاه، انا قلت لك قبل كده. وقيام الليل بقى، قيام الليل دي بقى يعني بص، دي الكرز بتاع الصلاه، دي الحته اللي هو الايه، عارف انت لما يبقى التورته كلها حلوه وفي حته كده على راس التورته، هي دي قيام الليل. قيام الليل ده من اعظم العبادات اللي انت ممكن تعملها في حياتك. هيفرق معاك حياتك 180 درجه، هتبقى بني ادم تاني. قيام الليل ده يخليك بني ادم تاني. ينزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد يقول له: واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. بروزها، شرف المؤمن قيامه بالليل. لما سيدنا جبريل جاي علمنا، ما ربطلناش الشرف بقى بالنسبه للبنت في اللي هو ايه، حته بتاع كده اللي هو مش، ما ربطوش بغشاء اسمه غشاء بالكره، خلى ده الشرف، ولا ربطوا مثلا بانك مثلا مراتك بيعكسوها فانت تسمي ده الشرف، ولا ربط الكلام ده خالص باي حاجه من دي، ولا ربط ده اسمه العرض. سيبك من الحوار، انا بتكلمك الشرف بقى، ايه الشرف بتاع المؤمن؟ سيدنا جبريل يقول سيدنا محمد: وشرف المؤمن قيامه بالليل. قيام الليل ده شرف المؤمن، ده البادج اللي انت تحطها على صدرك كده انك راجل شريف من الشرفاء. ده من سيدنا جبريل ملك الوحي بيعلمنا، يقول: واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. ولما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل الى السماء الدنيا في كل يوم وكل ليله في الثلث الاخير من الليل وينادي، ينزل نزولا يليق بعظمته سبحانه وتعالى، وينادي: هل من تائب؟ هل من تائب فاغفر له؟ هل من مستغفر؟ هل من داع فاستجيب له؟ ربنا يفضل ينادي. انت متخيل ربنا ينزل للسماء الدنيا ينادي علي وعليك علشان يحقق احلامك وامالك واحلامي وامالي؟ في احلى من كده في الدنيا؟ في احلى من كده في الدنيا للناس اللي دايما تقول لي وقت ندعي فيه وما ندعيش فيه؟ في احلى من كده في الدنيا؟ ان كل الناس تبقى نايمه وانت اللي صاحي وقاعد بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى شايفك ومطلع عليك، وتكلم ربنا، وربنا هو اللي نازل ينده عليك. ربنا نازل ينده عليك، ربنا يريدك ترجع، يريد ان هو يعطيك، وانت بتتحجج ان حياتك مش كويسة ومش لاقي حاجة. يا عم في بعض النعم دي من نعم، يعني والله العظيم قيام الليل ده يا جماعة، بصوا يعني دايما اقول مفيش تجارب مع ربنا سبحانه وتعالى، بس جرب يعني صلي ركعتين ثلاثة كده بالليل في اخر الليل كده، مثلا وقت السحر مثلا من الساعة 2:30 كده 3، وصلي بالله بجد، يعني هتفرق معاك جامد. عاوز تحكي، عاوز تشكي، جواك هموم، جواك ألم، عندك أمال، عندك طموحات، عندك دعوات، عندك أحلام، أي حاجة في الدنيا، اقعد مع ربنا واتكلم معاه. اقعد مع ربنا، لأن بص أفهمك على حاجة، دايما بنقعد مع بعض ونشكي لبعض وكده فبنرتاح، لما بنقعد الكلام بيريح بالمناسبة شوية، نقعد مع بعض ونشكي مع بعض بنرتاح. رغم إن أنت ما عندكش حلول ليا ولا أنا عندي حلول ليك. يعني انا بقول لك حلول ممكن ما تنفعش معاك اصلا. شوف بقى لما انت تبقى وبترتاح، شوف بقى لما انت تبقى قاعد مع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بيقضي كل الحاجات، اللي هو بيحقق كل حاجه في الدنيا، وتتكلم معاه، ما بالك بقى الناتج هيبقى ايه لما انت ترتاح مع صاحبك وكلام. ما بالك بقى لما تقعد مع ربنا، ولله المثل الاعلى طبعا، تقعد مع ربنا وتتكلم معاه، الناتج هيبقى ايه؟ جرب وقول لي قيام الليل عامل معاك ايه. جرب وقول لي ان ركعه قيام الليل اللي بتصليها مع ربنا وتشكي له وتعيط له وتحكي معاه وتقعد بعد ما تخلص على سجاده الصلاه وتستشعر وجود ربنا حواليك وتقول له: يا رب انا تعبان، يا رب انا بعيد، يا رب والله العظيم انت عارف انا بحبك، كل الحاجات اللي انا عملتها دي عشان انا بنفسي خطاها، وانت عارف ان انا ضعيف، بس انا جاي لك النهارده وانا تعبان والله، ونفسي تسامحني ونفسي تاخد بايدي، والله يا رب انا تعبت وبحبك وبحب الناس الحلوه دي، يا رب بالله عليك، انا عارف ان انا وعدتك كتير، والله عارف ان انا وعدتك كتير، بس غصب عني وانا جاي لك النهارده وانا متعرق قدامك من كل حاجه، وبقول لك: يا رب خد بايدي، يا رب ساعدني وسامحني يا رب، انت عارف انا فلان، يا رب انا محمد، انا احمد، انا ابراهيم، انا فلان، يا رب انت عارف ان انا بحبك وانت مطلع على قلبي، انا مش كده، انا بس كده شويه البهرج اللي حواليا والكلام ده، بس انا من جوه تعبان، انا من جوه هش،
انا من جوه مش سليم يا رب، قلبي بين ايديك، فيا رب صرف قلبي على دينك، يا رب صرف قلبي على طاعتك، يا رب يا رب يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، واهديني واهديني وحبني، عشان انا مش عايز اي حاجه من الدنيا دي خالص الا انك تحبني، لان انت لو حبيتني انا مش عايز اي حاجه من الدنيا ولا عايز حب حد، انا مكتفي، بس انت حبني، بس انت يا رب قربني، بس انت يا رب خدني في حضنك ودايما ودايما احميني، وكل ما ابعد ابعت لي اشاره عشان ارجع، وكل ما ابعد ابعت لي اشاره عشان ارجع، وكل ما ساعدني يا رب ان انا اقوم، لان انا من غيرك ولا حاجه، ومن غيرك مش هعرف اعمل اي حاجه في الدنيا. انا عارف ان انا ساعات كتير الدنيا بتتخطفني وبتاخدني ولكن انا النهارده جاي لك، انا جاي لك، وانا والله يا رب كل ندم وكل الم ونفسي انك تساعدني. كلم ربنا كده يا اخي، كلم ربنا كده وحس الكلام وخرجه كده اهو، ما ترتبوش، ما ترتبش كلام، اتكلم مع ربنا. ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هندخل في موضوع تاني اللي هو الصبر على البلاء والرضا بقى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما راح الطائف، لبس الناس اللي تقعد تقول لك الرجالة وما بنضعفش واسد يلا في ايه احنا ما بنضعفش البشر، ولكن احنا بنضعف يا رب البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني سلطوا عليه السفهاء والاطفال والكلام ده، القوه بالحجاره صلى الله عليه وسلم لغايه ما ادمت قدمه الشرفتين، قعد في البستان وقعد يشكي ربنا. النبي النبي بيشكي بيشكي ربنا سبحانه وتعالى. انت همك ايه في الدنيا؟ انت همك ايه لما النبي يقعد ويشكي ويقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي، اللهم اني اشكو اليك ايه ضعف قوتي، يا رب انا ضعيف وقله حيلتي وقلة تحيلتي وهواني على الناس، أنا بقيت هين يا رب وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب، لا أنت رب المستضعفين وأنت رب، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي. كلم ربنا يا عم، اضعف، اقع بين ايدين ربنا، اخلع ناشينك وبطل التكبر اللي انت فيه ده، بلاش تقف بين ايدين ربنا ولا كانك واد واقف وبتاعه جاي تاخد تحيه العالم. يا عم انكسر لربنا سبحانه وتعالى، يا عم عيط لربنا، يا عم انت محتاج لربنا، بلاش تداري الحاجه دي، وقرب من ربنا واتكلم معاه. كلنا مقصرين وكلنا اصحاب ذنوب، بس مش كلنا بنختار اننا نرجع، مش كلنا بنختار اننا نقرب من ربنا في الوقت اللي لازم نقرب فيه، وهو الوقت ده. لو انت ما استغلتش الفرصه دي انت مستني ايه؟ قاعد في البيت، الناس من حواليك كلها عماله تموت، لا عارفين نخرج ولا عارفين نصلي ولا عارفين نزور بعض ولا عارفين نعمل حاجه، انت مستني بلاء اشد من كده ايه عشان ترجع؟ قول لي يعني ايه، ايه اللي هيخليك تتعظ كل يوم كل يوم؟ زمان مش فاكر صاحبك اللي كنت بتحبه جدا ورحت جرزته وشلناه وفضلنا نعيط كلنا ونقول يا رب والله ما نعمل كده تاني، وشايلينه مطلعينه من المسجد وعمالين نعيط ومتألمين على فقده، وعمالين نعيط نقول ده كان معانا من شويه، ده كان معانا من شويه. هي دي الحقيقه الوحيده في الدنيا، هي الموت، هتموت والله مهما طال عمرك هتموت. يا عم ارجع يا عم، خلي ليك حاجه بينك وبين ربنا، لما تقف بين ايديه يبقى ليك حجه، قول يا رب انا عملت العمل ده ابتغاء وجهك عشان انا بحبك، فيا رب بحق العمل ده اللي انا عملته، بحق قيام الليل اللي انا صليته، يا رب اغفر لي وسامحني، يا رب خلي ليك عمل تحتج بيه قدام ربنا عشان النبي لما يجي يشفع لك يعرف اللي هو يعني يكون لينا وش. يا جماعه عايزين يكون لينا وش قدام النبي، عايزين يكون لينا وش قدام ربنا، لما نقف بين ايديه كلنا وش، غلطت كلنا بنغلط، بعدت كلنا بنبعد، عملت ذنوب الدنيا والاخره كلنا عملنا ذنوب الدنيا والاخره. الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم لما بعد ما اتكلم وقال عن الزنا وعن القتل وعن كل حاجه، قال وعن الشرك كمان، قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، اللي هو اللي تاب بقى يا رب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في رحمة أكبر من كده؟ إن كل الذنوب اللي أنت عملتها لما تتوب توبة بصدق ربنا يحولها كلها حسنات. عملت مليار سيئة فجأة يبقوا مليار حسنة، يا بختك يا أخي يا بختك. ولازم لازم نحمد ربنا على النعم الكبيرة دي،
ربنا عظيم، والدين بتاعنا مليان رحمة، دين الرحمات والله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة. حاجات بسيطة جدا بنعملها، بنعملها وربنا حاطط لنا فيها أجر كبير جدا، أجر كبير جدا. اللي هو تسمع آية واحدة بقلبك ربنا يغير حياتك. تتخيل ربنا ده عظيم. انا عايزك تستشعر ده، تستشعر عظمه ربنا. دايما يقول لك اعمل ايه عشان احب انا بحب ربنا، بس اعمل ايه زياده عشان احبه؟ لازم تعرفه. علشان تحب حاجه لازم تعرفها، علشان تحبني بجد لازم تتعرف عليا. فعشان تحب النبي بجد ويدخل قلبك بجد لازم تقرا في سيرته، لازم تعرف صفاته، لازم تعرف ازاي كان بيعيش حياته. علشان تعرف ربنا لازم تتعلم عنه، تتعلم عن ربنا واعرف عنه الحاجات اللي انت ما تعرفهاش. والله هتحبه، هتحبه جدا فوق الحب اللي انت اصلا مولود بالفطرة بتحب ربنا وبتحب النبي. انت بالفطرة مولود كده. فانا عاوزك بقى تنمي ده، تكبره، تكبر الحب ده في قلبك، وتخرج الدنيا دي من قلبك قوي، وتخرج عبادة الاشخاص من قلبك. كلنا بنحب بعض وكلنا عندنا اشخاص غالية وعلى دماغنا، بس تخرج عبادة البشر من قلب. في ناس بتحب ناس بيعبدوهم، والله العظيم ما بأفضر، بيعبدوهم، بيقدموهم على أي حاجة في الدنيا، على أي حاجة في الدنيا بيقدموهم. أنا مش عايزك كده، أنا مش عايزك يعني تنسى، يعني تفتكر الحب اللي جالك في البشر وتنسى يعني اللي ادالك واللي وهبك الحب ده أصلا، ربنا اللي وهبك الحب ده. فأنت إزاي تترك من أعطاك الحب وتذهب للمعطى إليه؟ أنت إزاي؟ إزاي؟ يعني ربنا وهبك حد في حياتك بتحبه جدا جدا قوي، فانت ازاي تنشغل بحب الشخص ده وانك ازاي ترضيه وتنسى اصلا ربنا اللي وهبك الحب ده؟ انت مجنون يا ابني، في عقل جوه ولا في بطيخ جوه يا ابن الله يكرمك؟ عايز تعرف ربنا بجد، قرب اعرف عنه. كتاب اسمه لأنك الله، كتاب فظيع، كتاب اسمه لأنك الله، اقراه، اقراه كده. وكتاب تاني اسمه مع الله لسلمان العودة، في كتاب اسمه لأنك الله، وكتاب تاني اسمه مع الله. تمام، اقرا الكتابين دول في معرفة ربنا سبحانه وتعالى. كتابين بساط جدا ولزاز وصغيرين.